باقي ما سمعتش على هذه القضيه بانه غتزاد ليسانس وانا دابا داخل باش ندير ليسانس. هذه قلتوا لي انتم فاجئتوني صراحه، وانا الا كانت شي حاجه ديال شي بحال هكا انا نخرج مع الناس صراحه، نوقف طوموبيلتي دايرين شي حاجه راه باغي نوقف انا طوموبيلتي ومني من الناس راه حشومه راه عيب وعار. ولا بدا غتجي ديرها ضروري ما عرفت واخا ما عندك كي دير تعيد منه غتحط طوموبيل ما يمكنش. ديك الخدمه عاديه بحال بحال الاخرين كيف كيف نقصوا المزيد ولا لا والو. لا الناس كيجيو هما اللي كيجيو كيجيو ديما الثمن 15 كيزيدوا ولا ينقصوا كيديروا عادي لاقاش ما خصش يشوف باش يدير بالزمن ويدير المازوط. اه ضروري يدير المازوط، ما دارش المازوط راه ما يتمشاش. ضروري خصني نجي ندير ليسانس لانني انا خدام ويمكن ليا هذا هي الوسيله النقل ديالي باش كن لقمة عيش كانت تما، لأن ليسانس ضروري راه مادة بحال مادة حيوية، واخا يغلى على المستهلك راه ضروري خصك دير ليسانس. ضروري غندير الموزوط نخدم، خصني نتحرك. غيكون غالي؟ لا واخا يكون غالي ما عندك ما دير. البلافو ديالو كاع إلا غلا يوصل 10 دراهم. ملي غيفوت 10 دراهم غيكون الدعم من طرف الدولة. نهار حنا تنديرو كاع الإضراب غير حنا الطاكسي مثلا على شي حاجة. ما تيديروش الاضراب كلشي شي خدام اكثر من نص كتكون خدامه.